وليد ازارو لما سالته يا وليد انت ما بتفرحش ليه بعد الاهداف بتاعتك، يعني خصوصا انت بدات تحرز اهداف حلوه جدا وتفرح جميع النادي الاهلي، قال انا بزعل قوي لما جميع النادي الاهلي بتنتقدني ويقولوا ان انا ما بجيبش اهداف على طول او ان انا يعني بضيع فرص سهله. جميع النادي الاهلي لازم تبقى سند في ظهري ولازم تبقى هي اللي سنداني قوي 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 في عز ما انا واقع وانا لسه جاي محترف جديد ومحتاج دعمهم، عشان كده ما بفرحش، عايز اجيب اهداف كتير واهداف كتير لغايه لما كل الجماهير تقول وليد ازارو هو هداف النادي الاهلي ويبقوا فرحانين بيا وساعتها هضحك. وكان رد مقنع جدا من وليد ازارو، لازم ندعم وليد ازارو يا جماعه. وليد ازارو لسه اول مره يحترف، عنده 21 سنه، لعيب صغير، لعيب جايب 11 هدف، لعيب سريع جدا، لعيب مشاغب جدا، لعيب رخم جدا بلغه الكوره. زي ما قلت لكم في الاول هيبقى هداف كبير قوي النادي الاهلي، خصوصا كمان لما جاله صلاح محسن. ان شاء الله كل الدعم لكل لعيبه النادي الاهلي بلا استثناء. يعني النادي الاهلي ابو المجد بيواصل لمسابقه الدوري الممتاز، وبيواصل يعني توسعه النقاط بينه وبين النادي الاسماعيلي، وده المفروض النادي الاهلي يعمله، وده دايما قدر النادي الاهلي. كابتن باذنك بس هرجع لوليد ازارو. اتفضل. انا شايف ان فاكر لما كنت معاك هنا في بدايه الدوري وكان كم الانتقادات بيتلاحق وليد ولا فيرود اقل من ان هو يلعب في النادي الاهلي للاسف طلعت نجوم كمان اتكلموا على وليد ازارو بالظبط. انا يمكن انا فاكر كلمتي معاك هنا في نفس المكان، يمكن حتى حللت تحركاته واستلامه وسرعته وقوته وحته تواجده في المواقف اللي بتبقى موجوده على الجول. دي حقيقة. قلت لك هي الفكره كلها محتاجه ان ثقه الاهداف تجيله، هتلاقي الامور مشيت معاه بشكل كويس، هتلاقي التوفيق والجراءه على الجول هتشتغل. والحمد لله رب العالمين من اول مباراه اول جول جابه، يمكن من بعديها بدا الدنيا تمشي معاه بشكل كويس. انا شايف ان هو لعيب كويس قوي، فرود هايل، تحركاته، استلامه، حتى الاسيست لزمايله بيعمله بشكل كبير جدا. يمكن في الماتش اللي فات هو ساعد بشكل بالزبط. كبير جدا ثلاث اهداف بالظبط. تحركه بان هو بيخطف في عين الناس، ان هو بيحاول يخلي الناس كلها بتركز عليه، هو اللي هيجيب الجول. بتلاقي بيفضل زميله، الكره تلعب لحد تاني. فلا انا شايف ان هو لا فرود مميز، مميز جدا. انت بتهاجم فرود من ضمن الثلاث هدافين بتوع الدوري، يعني انت بتهاجم فيرويد عنده 11 هدف، بتهاجم فيرويد عامل مثلا حوالي 8 او متسبب في 8 او 9 ضربات جزاء، عامل كتير قوي اسيست. في حته عدم التوفيق، لان هو بيوصل كتير، هو بيوصل كتير للجون، ودي حاجه بتخليه دايما الغلطه بتبان، لان وليد ازارو على طول يا اما في وضع انفراد، يا اما في وضع مواجهه مع الجون، يا اما في عرضيه متواجد. وده سببه دايما ان هو بيتحرك تحركاته كتير قوي، متواجد على طول. متواجد على طول. احنا دايما بنقول الفرود اللي بيروح للجون كتير هيجيب كتير، هيجيب كتير بالظبط. لكن في فرود، يعني في فرود يا جماعه ما تحسش بيه اساسا، لكن وليد ازارو بتحس بيه على طول. هو ممكن وليد ازارو لو هو عايز بقى يعني يقول لك لا خلاص طالما الناس بتنتقدني انا ممكن ما اروحش كتير للجون، ممكن اقف على واحده متاكد منها، لكن هو دايما بيحاول دايما بيروح. ودي شخصيه لاعب يا كابتن، يعني كان اي لعيب مكانه كان ممكن يقع بمنتهى السهوله بسبب كل الضغوط اللي هي بتحصل حواليه دي، كان ممكن يقع بمنتهى السهوله، لكن هو كمل وهو اداؤه كويس وله دور في كل المباريات، مفيش مباراه ملوش دور فيها. بدري على اصراره واقتناعه طبعا، يعني دي برضو بتدي اللاعب الثقه. يعني لو المدرب بيبقى مصر على اللاعب، اللاعب نفسه بيبقى حاسس ان كابتن حسام خلاص الثقه كبيره، فلا انا لازم اجتهد ولازم اعمل الحاجه اللي هتنجحني ان شاء الله. بالظبط بالظبط. ده كان وليد ازارو قدام حضراتكم، اهدافه اللي احرزها مع النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم وليد ازارو لعيب مهم جدا، لعيب لازم كل الجماهير الاهلاويه تدعمه. زي ما قال الكابتن ابو المجد ان النادي الاهلي او الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي بيدعم وليد ازارو جامد جدا واداله جامد جدا وفي ظهره جامد جدا. لكن عشان تعرفوا قيمه الجمهور وعشان تعرفوا قيمه رايكم على اي وسيله من وسائل الاتصال، فيسبوك، تويتر، حد اي حاجه، الجرايد، اي حاجه من وسائل الاتصال، عشان تعرفوا قيمه رايكم، اللاعب متاثر باراء الجماهير. يعني حتى لو الثقه
كبيره جدا من مدير فني بتاعه، لكن هو عايز جمهور، هو اهم حاجه عنده جمهوره يدعمه، ودي حاجه يعني حاجه انا بصراحه احترمتها قوي. فريد ازارو لما قلت له انت ليه ما بتضحكش، قال لي انا عايز كل الجماهير تدعمني، انا عايز اجيب اهداف ترضي الجماهير، ولما الجماهير تقول احنا خلاص عندنا راس حربه قوي جدا انا ساعتها هضحك لما اجيب هدف. بالنسبه